ما زلنا في كتاب الرقاق. وقال الإمام البخاري رحمه الله تعالى عليه ونفعنا بعلومه وعلوم الصالحين، قال في صحيحه: وما زلنا مع كتاب الرقاق، وما زلنا مع باب كيف الحشر. قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار بندار من ثقات الأزبتر والله الجماعة، قال حدثنا غندر، غندر محمد بن جعفر أثبت الناس في شعبة كتابا، نعم. قال حدثنا شعبة، شعبة مين ومين في الحديث؟ قال عن المغيرة بن النعمان، لا مش المغيرة، لا عن أبي أسحاق. أترضون أن تكونوا؟ لا سيدي، لا وقفنا عند هذا. قال رحمه الله حدثني محمد بن شرطة، حدثنا غندر، قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق، أبو إسحاق السبيعي. وأنت ترى هنا الآن شعبة إذا قال حتى ولو كانت عن عنة أبي إسحاق أو التحديث لا تهم، لأن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاث، وذكر منهم أبا إسحاق. وهو واسع العلم لكنه مدلس وقد اختلط بآخره. قال عن عمرو بن ميمون من الثقات الأثبات، قال عن عبد الله رضي الله عنه، عبد الله هو عبد الله بن مسعود رضي الله عنه صاحب النعلين والسواك والوسادة، تفضل. أنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في قبة، فقال صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. أخ اسمه عبد المراد يقول: خيرك ما تردش على سؤالي، لي ساعة مرادي أخي عبدو، إحنا بنشرح في الدرس حبيبي. قال: كنا مع النبي. قال رضي الله عنه: كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه. لا هو على الاستحباب يا شهادة، على الاستحباب، نعم. قال: كنا مع النبي في قبة، فقال صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ الله. قلنا نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال صلى الله عليه وسلم: أترضون أن تكونوا شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة، وذلك أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود، أو كالشعرة السوداء في جلد الثور الأحمر. جزاك الله خيرا. هذا بقى الحديث الذي قلته أنت لأنه صح، إحنا ما أخذناه. قال رحمه الله: حدثني محمد بن بشار، قال حدثنا، نعم، قال حدثنا غندر، غندر بن جعفر، ماشي، قال حدثنا شعبة عن المغيرة بن النعمان عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس من السبع الفين من صحابي، من صحابي حبر هذه الأمة وحبر هذه الأمة، كان فقيها دقيق النظر، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم في الدين وعلمه التأويل. قال ابن عباس رضي الله عنهما وعنهم جميعا أنه قال: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: إنكم محشورون حفاة عراة كما بدأنا أول خلق نعيده. الآية. قال: وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام. وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال، فأقول: يا رب أصيحابي، فيقول: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا، فأقول كما قال العبد الصالح: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، إلى قوله الحكيم. نعم، أقول إخوتي الكرام، في هذا الحديث اتجاهات أيضا. الحديث الأول حديث ابن عباس: قام فينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب: إنكم محشرون حفاة عراة. وقلنا لا فارق أن يقول تحشرهم النار، تقيل معهم حيث يقيلون، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، هذا كله في حشر الدنيا، حشر الآخرة اللي هو بعد البعث، بعد البعث والنشور، يحشرون حفاة عراة غرلا. حتى عائشة قالت: وأنظر بعضهم إلى بعض، قال: الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. فقال: أول ما يكسى، أول خلق يكسى هو إبراهيم عليه السلام. وهذه فيها دلالة على فضل إبراهيم عليه السلام، أنه أول من يكسى، لأنهم جردوه من ثيابه ثم ألقوه في النار مسلسلا، فالبلاء الحبال احترقت وإبراهيم لم يكن عليه ثمة بأس. قد قال الله تعالى: قلنا يا نار، شوف أمر الله إذا أراد شيئا، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك. وهو أول من يكسى، وهذا بفضل من الله جل وعلا له، ويكون تقديما له على الناس لما فعل، لأن الله تعالى قال في إبراهيم: وإبراهيم الذي وفى حق التوفية، فإنه وفى لله جل وعلا حين كسر الأصنام، وحين أعلن التوحيد، ووفى حين هاجر وحيدا فريدا، وفى عندما اشتد الأمر على زوجته، وجاء النمرود أرادها، وهو قال: هي أختي، ما قال زوجتي، عالم أنه لو قال ذلك يقتلونه. ووفى حينما رزق الله بعد عمر مديد الولد الذي تمناه، فوفى عندما أمره ربه جل وعلا وحيا،
أن يقتلها وأن يذبحها. قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال ستجدوني, قال أبدي فعل ما توما ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. قال تعالى قال أن صدقت الرؤيا. قال وفديناه بذبح عظيم. فإبراهيم من فضل الله عليه أنه أول من يكسى يوم القيامة لأنه تعرى من أجل النار, وهذا من أجل التوحيد. لابد أن تفهم هنا يأتيك الإشعار, كلما كنت جنديا تحت راية التوحيد كلما كانت الحماية أعظم, كلما كنت جنديا تحت راية التوحيد كلما كانت الحماية أعظم. وقد قال الله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت, والله يعصمك من الناس. فقال علماؤنا وقدر العصمة مرهون بقدر المقدمة وهي البلاغ, كلما بلغت كلما عصمت, كلما بلغ معك رأس الأمر كما قلنا إلى التوحيد كلما كانت العصمة على التمام والكمال. فإن أول ما الخلق يكسى يوم القيامة إبراهيم وسيجاء برجال أمتي فيأخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحاب هؤلاء الذين كانوا من المنافقين وما كان ما يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء الذين كانوا من المنافقين وما كان يعلمهم النبي صلى الله عليه وسلم. وعندك دليل على ذلك يا أستاذ؟ يعني أنت تقول عندما يقول أصحابي أليس هذا دليل للمنافقين لهؤلاء؟ من أليس دليلا للمنافقين يقولون أهو أصحابي وأنهم بدلوا بعد وأحدثوا بعد؟ قلنا كذبتم, لأن هناك من أصحابي من بشر بالجنة وكانوا على خير الناس, وهناك منافقون, هناك منافقون لا يعلمون, لا يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعلم عند الصحابة. هؤلاء المنافقون هم الذين يظهرون يوم القيامة ولا يخترجن أقوام بين يديهم يختطفون. وهذا أيضا رعب لكل واحد يخشى على نفسه من ذلك, لأنه قال مثلا ولا يختلجن أناس من بين يديها أقول ربي أمتي فقال يا محمد لا تدري ما أحدثوا بعدك. فالحاصل بأنه يعني عن المنافقين الذين لا يعلمه النبي. وهل هناك منافقون ما كان يعلمه النبي؟ عندنا النص صريح, مش النص يا أحمد؟ آه يا أحمد. ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن؟ قال إيش بقى هنا؟ فين وجه الشاهد؟ لا تعلمهم, ظاهر جدا. وهذا الذي يستدل به على أنه عندما قال يوم القيامة أصحابي كان منهم هؤلاء المنافقون الذين أضمروا النفاق. لذلك من أعلم الله به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قام النبي فذكر لحذيفة بعض أسمائه. لذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه رضاه وش قال؟ قال أسماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حديث عظيم جدا كما قلت, فيه الخوف على النفس لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال فأقول كما قال عبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيه, أنا ما أعلمهم شيء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال بعدا لمن بدل بعدي, بعدا لمن أحدث بعدي. نعم, في المحكم قال تعالى وكانوا حقا به وألها, هذه للصحابة. فإذا لابد من الاحتمالية أنه ما أخرج منهم إلا ما كان منافقا, إلا من كان منافقا. وأما الحديث الثاني يعني تحشرون حفاة عراة غلة. شوف الحيية البريئة المبرأة الصديقة بنت الصديق تقول له ينظر بعضهم إلى بعض, قال لا الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق. أهوال يوم القيامة, عرصات يوم القيامة, الرجل العرق يصل إلى كعبيه إلى ركبتيه إلى حقوه إلى صدره إلى وجهه يلجمه إلجاما. لذلك يعني ذهبوا متلهفين إلى آدم, أنت أبونا, أنت أول ما خلق الله بيده ونفخ فيك من روحي, يقول لا لست هناكم, لست أنا. اذهبوا إلى نوح أول رسول, إني أكلت من الشجر. وكل يعني يرجئها إلى النبي صلى الله عليه وسلم, إلى أن تصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها. في رواية قال يقول أمتي. في حديث محمد بن بشار في قول النبي أترضون أن تكون ربع أهل الجنة؟ قلنا نعم. في رواية كبروا أترضون أن تكون ثلث أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال أترضون أن تكون شطر أهل الجنة؟ قلنا نعم. قال والذي نفس محمد بيده, وهنا أقسم دون أن يستقسم للجلل, الأمر الجلل. وطبعا الاقسام بالاخبار عن الله جل وعلا, او هو اراد نفسه بالربوبيه هنا بالذات المقدسه. قال والذي نفس محمد بيده اني لارجو ان تكون نصف اهل الجنه,
وذلك أن الجنة لا يدخلها نفس مسلمة، وما أنتم في أهل الشرك إلا الشعر البيضاء في الجلد الثور الأسود أو الشعر السوداء في جلد الثور الأحمر. وكذلك في الحديث الثاني عندما قال أول من يدعى يوم القيامة آدم فتراءى ذريته فيقال هذا أبوكم آدم فيقول لبيك وسعديك، شوف لبيك إجابة بعد إجابة، سعديك أسعد بعد أسعد بسرعة الإجابة والخضوع والسمع والطاعة، فيقول أخرج بعث جهنم بعث النار من ذاتك، فيقول يا رب كم أخرج؟ قال أخرج من كل 199. هنا شابت الرؤوس، هنا اتجفت القلوب واهتزت الأركان. قال رسول الله إذا أخذ منا من كل 199 فماذا سيبقى منا؟ ما الذي سيبقى منا؟ فقال لا، أنتم في الأمة في الأمم مثل الشعرة السوداء أو الشعرة البيضاء في الثوب الأسود أو الأبيض، دلالة على التقليل جدا من أدخل النار من هذه الأمة. وهذا لا يدعو إلى الكسل بل يدعو إلى شدة العمل، لأنهم ما ارتقوا إلى هذه المنزلة إلا هم يواصلون الليل والنهار عملا. البيهقي قال الراغبون احتمل أن تكون إشارة للأبرار، والراهبون المخالطون هم الذين بين الخفر والرجاء، والذين يخشون من النار هم الكفار. واحتمل أن يكون هذا وقت الحشر إلى موقف القيامة. أما مرض من حشرهم حفاة عراة، هذا في وقت النشور بعد القبر، تفتح القبر وتطاير الروح إلى الأجساد فيخرجون مهرولين، لكن يحشرون حفاة عراة غرلا، يرجع حتى الختان يرجع على مكان. في صنف أصلا يدخلون النار يعذبون بذنوبهم ثم يخرجون من النار إلى نار الحياة فينعمون، ومشاة على وجوههم المشى على الوجه هم الكفار. يعني نختصر كثير من الشرح في هذا الباب، ونعلم أن الحشر كما قلنا إذا كان بعد النفس الثانية من الخروج من القبور جميعا يحشرون حفاة عراة غرلا، لا ينظر أحد لأحد لشدة هول الموقف، ثم بعد ذلك تكون المحاسبة. الفوائد المستنبطة: جواز القسم دون أن يستقسم المرء لعظم من شأن الذي يتكلم فيه، فضل هذه الأمة على باقي الأمم فإنها كالشعر السوداء في جلد الثور الأبيض. أكثر الناس على ضلال، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون. يعني ذلك أنت ترى قال أنتم كالشعر السوداء في جلد الثور من كل 199. فإذا أقول الكثرة مذمومة ليست ممدوحة. قال وأن تطع أكثر من في الأرض يدلوك عن سبيل الله، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالبدار البدار إلى التوبة والأوبة. نعم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.